أدان أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بأقوى العبارات وأشد آيات الاستنكار وتنديد بالعمل الإرهابي الجبان الذي وقع في مسجد الروضة بمدينة العريش. وتوجه الجروان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم ببالغ الأسى والحزن بتعازي في أرواح الشهداء. وقال الجروان إن العمل الإرهابي الغاشم الذي استهدف أرواح المصلين الأبرياء خلال صلاة الجمعة ينتهك حرمة النفس والدين والمكان في عمل لا يمت للإنسانية أو الدين بصلة. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح وعضو البرلمان الإماراتي. سيد أحمد أهلا بك ومرحبا معنا. يعني نحن بهذا الحدث نحن في مواجهة حقيقية ومشكلة أمام حرب نفسية حرب يعني دينية. أنتم في المجلس العالمي للتسامح ونشركم للتسامح في الدين الإسلامي مع الأديان الأخرى، كيف يمكن أن تواجهون هذا الفكر وما هي الاستراتيجية التي يجب أن توضع لمواجهة هذا الفكر؟ نعم، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نتقدم بأحر الأعازي لأهلنا وأخوانا وأخواتنا من ضحايا من أهالي الشهداء الأبرار الذين سقطوا أمس على أيدي الغاشمين والإرهابيين في ناوية حلقة. وأيضا نتقدم إلى سيدي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الحر الأبي القوي بأسمع يا التعازي ونربط على أيديهم ونشد معهم. المجلس العالمي للتسامح والسلام اختصاصه سيكون كان وسيكون دائما خلف الشعب المصري وخلف القياده المصريه وخلف الاحرار والشرفاء من مصر من مسلمين واطفال. نعم. ضد هؤلاء الـ 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 ضد هؤلاء الـ 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 يعني الـ الـ لا اريد ان اقول الاشرار او الارهابيين، لان هذا نحن نخفف من وصفهم بهذه الاصوات. جراثيم ومثلت بهم الأمة العربية والإسلامية وأخواننا الأقباط في هذا الوقت. المجلس العالمي للتسامح والسلام يطالب المجتمع الدولي والوطن العربي بأن يقف خلف القيادة المصرية والشعب المصري في مثل هذه الظروف الذي يواجه لوحده مكافحة الإرهاب ويتصدى لحماية الأمة العربية وحماية المنطقة بصورة عامة من تغول وتوغل هؤلاء الناس. نعم. وايضا انا الوم الاعلام الذي دائما يقول بان الان داعش والان الاخوان المسلمين والان مش عارف انتحروا وانتهوا. لا، الحرب ضروس والحرب شديده ولا بد ان خلال ايضا سيدتي لا بد ان يتم تسليط الضوء على الانجازات التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب. نعم. المصري في هذه الظروف في مصر وفي الوطن العربي ويعني من كل الانجازات اللي تمت التي يعني يندى يعني كل من هم ضد الشعب العربي وضد الشعب المصري. نعم. يحاولون ان يشوهوا. اذا لابد سيد احمد ان كانت هناك فئات ضد الشعب المصري او الشعب العربي باكمله، اذ لابد من وجود تعاون عربي على الاقل لمواجهه هذه الجماعات المتطرفة. هل يمكن أن نقول أن المؤسسات الدينية العربية في تعاون واضح وقادر على مواجهة هذا الفكر المتطرف وإحداث بصمة؟ نعم. على أرض الواقع لمواجهته؟ نعم أختي الفاضلة، الكنيسة المصرية والأزهر الشريف يعملان عمل متميز في إظهار التسامح والأخوة والشراكة في مواجهة الإرهاب والظلاميين، ولكن لابد أن نفعل خصوصا المبادرة المتميزة التي يعني طرحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقيادة المصرية في 2013 بتشكيل قوة فاعلة لمحاربة الإرهاب. فمعنى في ذلك الوقت تجاوب واجتماع لقيادات عسكرية ورؤساء أركان جمع الدول العربية، ولكن أين هم الآن؟ لا نريد فقط يعني تضامن وشجن لا، نريد عمل على الأرض، نريد مناورات حقيقية بالسلاح الحي وبالذخيرة الحية لتمشيط الأماكن التي يتسلل منها هؤلاء الإرهابيين من للأسف الشديد من إذا كنا نتكلم من بعض الدول التي ترعى الإرهاب في الوطن العربي وبعض إذاعاته التي يعني الآن صارت تتشمت فينا وشامتة على ما يحدث في مصر. لابد ان يكون لك وقفه حقيقيه وصحيحه، وايضا لابد للداخل المصري ان يعلم بان الشعب العربي الحر، الشعب العربي العاقل يقف خلفك يا شعب مصري ومعك ومع قيادتك الحكيمه ويعني كل
ما يروج في الخارج او في الداخل العربي بما يسيء لنا، هذا كله تضليل وكلها يعني نقاط يعني غير واقعيه. الواقع هو ان هناك نجاح مصري، هناك نجاح في القياده، نجاح في الوطن العربي. الدور اللي قامت فيه جمهوريه مصر العربي والشعب المصري دعم للخليج ودعم للمملكه العربيه السعوديه وللامارات وتواصل على في وفي ليبيا وتواصل مع المنطقه بالدور القيادي، هؤلاء الناس الظلامين يريدوا ان يحجموا او يقللوا او يقزموا من هذه الانجازات. صحيح سيد احمد، خصوصا في هذه الظروف يعني لابد من وجود تعاون عربي، وفي نفس الوقت لابد من المواجهه العسكريه والمواجهه الفكريه. السيد احمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح وعضو البرلمان الاماراتي، شكرا لكم.